არავის არა აქ ჩემი ზედამხედველობის დროს ჩხუბის მოწყობის უფლება. თუ ჩხუბი გინდათ, ამისათვის რინგს მოგიწყობთ. გასაგებია? გასაგებია? გასაგებია. გასაგებია? დაიშალეთ. مصارعة مصارعة في السجن لو تحملته شوي ما صار هذا كله فوق ما احنا مظلومين تبي نتحمل ذل وهانة ما اقدر انتوا شو مسوين للعصابة؟ وانتوا شنو راكب العصابة؟ روني اللي تحركش فيكم وهو من عصابة معروفة بيسلطوه على الناس اللي ما بدهم اياهم بالسجن وسبق وقتل واحد الاسبوع الماضي وشكله ناوي لكم انتوا شو مشكلتكم معهم بالضبط؟ احنا شهود على جريمة قتل شفناها والمفروض انه ما شفناها لحقونا العصابة بغوا يقتلونا مسكتنا الشرطة وجابتنا هنا والمحكمة ان شاء الله بتظهر براءتنا تبرئكم؟ ترحم على حالك احسن انت وياه العصابة ما راح تخلي مشكلتكم توصل للمحكمة حتى راح تنتهي هون والمسؤولين بالسجن متآمرين معاهم ساعتخات فايت
يا اخوي احمد هذا مجنون، وشلون نبي نحاش من ذا السجن وسط الحراسات المشدده ذي كلها؟ يقول انه مرتب الموضوع وراش الحراس. هذا مجرم ويشتغل مع عصابه. ايه بس عربي وخايف علينا. هذه مخاطره وخايف ننذبح فيها. هذا هو الحل الوحيد. العصابه ما راح تخلينا نروح المحكمه، واذا هي موته موته نموت وحنا نحاول، اشرف لنا. لا 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 لا، انا ما عندي استعداد اتورط مره ثانيه، ولا عندي استعداد اموت بطلقه رصاصه. اقول نم. عامر يا اخوي هذا رسام لي. قلت لك ما صدقتني، والحين ما لنا لخطة احمد ولا بنموت باي لحظه. شو ما تبي تقول له اخي؟ شانكيت
مولدوفا. أخوياك دولا يقدرون يساعدونا. نحن عصابة منافسة لعصابة أرنولد ومستعدين نعمل أي شيء لنتخلص منه. عامر هذا مجرم زيه زيهم، لا تصدقه لا تثق فيه. لو كلامك صحيح ما كنت ساعدكم تهربوا من السجن، ورح ساعدكم لتدخلوا لبيت جاك. متأكد أنه في كاميرات مراقبة جوا، والسلاح علي. تركي، ما هو بأن تقول إنك حافظ بيت جاك شبر شبر؟ صحيح. أجل مشينا. مدير سامي قد سيبوك ليا كار كوي ارتبا ظنك في حد هنا؟ ما بعرف بس خليكم حذرين لبين ما نوصل لغرفة المراقبة. يلا مشينا. أقول يا شباب أنا أعرف مكان غرفة المراقبة، خلوكم وراي. الحمد لله هذا دليل براتي ولقيناه. اي بس اخاف اذا سلمتهم اياه يتلاعبون فيها ويخفونه. لا انا تعلمت الدرس واعرف من اسلمه له. يلا مشينا. يلا يلا.
بديت. احنا شباب البوم. لا يا شباب، انا ما اجيكم الاستراحه الا نادرا. كيف تبوني اقط؟ عيب عيب. الاسبوع اللي فات جاي 5 مرات، قوي وجه انت. جيتكم ضيف مسير سير. جيب معاك اغراض، فسفس، عشاء، اي حاجه، ما تجي يدك فاضيه. خلاص يا عيال، روقونا وغيروا ذا السالفه. المهم يا عامر، ابي سيارتك للي بحمل عليها اغراض بكره وبروح الحراج. هذا اللي ناقص، ما تبقى طم استراحة تتاخذ الهلي. اقول تلين بس بنروح انا وعامل المزرعة عليها الصبح. قم يا ودلع مشينا. وش تراها هلي وانا عامر اقول خلاص، منة الله ولا منة خلقه، اباخ سيارات عمي. ايه لا تطقطق على الهلي. ها الهلي هذا اللي تطقطق عليه توك طالبه مني وانكرشت. يلا مع السلامة، امشي. مع السلامة. هلا صالح، اسمع 5 دقائق وانا عند باب بيتكم، لا تلطعني مثل ذيك المرة. ايه سريع سريع. يلا مع السلامة. الهلي ينسرق. الو هل يصير المفتاح مع عمي؟ لا ابوي نايم والمفتاح معي. ياسف يا ابا، لا يصير بس اللي صار، ينقز برصيف ولا يلعب. اقول لا يكثر بس، دزها للشرطه يلا. تكفى يا حضره الضابط، ابيكم تمسكون هاللي سرق سيارتي باي حال من الاحوال. ابشر يا عم، احنا بلاغك الحين وسجلناه وانتهينا، تقدر توكل على الله، واي ملاحظه ان شاء الله راح نتصل فيك اول باول. جزاكم الله خير، والله يكثر من امثالكم. الله يحييك. بسم الله. جزاه الله خير، جزاه الله خير. اي والله جزاه الله خير. وش جابوا ذا هنا؟ وش دخلك بالعالم؟ امشي امشي، خلنا ندخل بس. السياره من وين سرقت؟ من قدام البيت، طلعت الصبح وما لقيتها. تكفى يا حضره الضابط تكفى، الهلي راس مالي رجعوا لي. ابشر ابشر، استماره السياره موجوده معك؟ الاستماره بالهلي، بالهلي حاطها بالدرج. طيب حافظ رقم لوحه السياره؟ اي حافظها، دال لام ميم، لا دال لام نون. ذكرني باسمك معليش. عامر. الله يحييك اخوي عامر. عندنا يا عامر نظام، اي بلاق في اي سياره مفقوده لازم تحضر الاستماره الاصليه او صوره منها. معليش. الصوره موجوده عند الوالد بالبيت، ابو راح اجيب هوجي. يلا توكل على. يلا مشينا. عسى ما خليت السياره بوضع التشغيل. الا مخالي وضع طيران. انزمر ما سالتك اسال ولدي. يقصد السياره انسرقت وانا نايم. بلا والله من وجانك ولفك ودورانك وقعودك وين الاستراحه. الاستراحه ما لها دخل يبا، السياره انسرقت من عند باب البيت. ما خربك والله البيضه المارزه سويلح. افا انا يا عام. ايه انت. خلاص يبا، احنا نبي صوره الاستماره بنوديها للضابط. طيب تتمحد. تركي. تركي؟ ايه تركي، نسيت امشي بطب السياره وصرفته انا. انا متاكد انه تركي، نصه واحنا استراح هو اللي زالفه، الرجال حرامي. تقوله صادق يا حضرة الضابط، تركي حسود ومن يوم حنا صغار وهو ناشب لي بكل شيء. ايه بس ودي تعرفون حاجه واحده، انه لو جبنا المتهم وحققنا معه وطلع بريء له الاحقيه انه يرفع عليكم دعوه في المحكمه. اقصر قبتي انه مو بهو، وروح وما جاك علي. يا حضرة الضابط، تركي هو اللي سرق الهلي. يا عيال يا عيال، خويكم امسكوني ما سويت شيء، ما ادري شنو مزين يا اخي. فزعه يا عيال تكفون. عامر صالح يرحم والديك. اسحب عليه بس. انا يا عامر سارق سيارتك؟ انا تركي خويك. الخوي ما يسرق خويه يا خاين العشره. اسمع انت وياه لا تكثر كلام. تركي السياره اللي اخذتها وين وديتها؟ اعترف لي هالحين. المتهم تركي عليه بلاغ بسرقه سياره اخرى بس محمد بن سعد بن علي. هذه سياره عمي. وديت توقف. يلا يلا وديت توقف يلا بسرعه.
يا هو يا عسكري يا عسكري والله ما سويت شيء يا ابن الحلال من زينك يا عامر اسك سيارتك للهلي بريء والله بريء لا يا شيخ بريء كل الناس اللي تجون هنا يقولون بريء بريء معك تركي معك مطلق انت ايش قضيتك لا ما سويت شيء بريء زيك يا الحبيب يا الغالي انت ويا ولدك تركي ولد اخوي فشلني قدام ناس واج انا وهو انا عمه سرق سيارتي مرتين بس ايش تبين اسوي وايش تبين اسوي يا الربع ولد اخوي واخوي الله يرحمه موكلني عليه طلبتكم يا الربع تكفون انكم تتنازلون عن القضيه وشلون نتنازل والسياره ما ادري وينها اكيد انه يا صادم فيها او شاب فيها ولد اخوي عارفه زين حقودي وحسودي وتذوب بعد تذوب طلبتكم تكفون يا الربع تنازلوا عن القضيه والله ما تنازل والله ما تنازل لا تنازل خلاص لا انت ولا ابوك لا تنزلون ابد خلوا ولد اخوي يقعد بالسجن اقعد يا تركي اقعد يا تركي اها الا يا عامر وين تركي مختفي كذا بعد ما زبدنا له ذاك اليوم اخ بس اترك عنك بس ورا يا لادم اذا صار بهني جاهز اوف اوف ليش يشبه بعدين نعلمك شو مسوي ركز باللعبه الحين اقول لك يا عامر بكم اشتريت الهلي وكيف قطع غيار غالية ولا رخيصة؟ لأنه أنت عارف الوالد بيشتري واحد زيه ألو هلا عامر أبغاك تجي مركز الشرطة بأقرب وقت الله لا يهينك أبشر أبشر يلا ولد العم ورانا مشوار بخصوص الهلي اسمع يا عامر بعد التحقيقات والتحريات اكتشفنا أن تركي بريء وأن اتهامك له باطل متأكد طال عمرك؟ ترى حتى عمه ما سلم منه عاد شلون أنا؟ بالنسبة للموضوع عمه حضر عندنا هنا وتنازل عنه ولا في أي سرقة بينهم كان خلاف عائلي ترى تركي رفع عليك قضية رد اعتبار وطلعة من هنا من عندي ما في طلعة اتصل شوف لك كفيل يجي يكفلك هنا ولا ما تفرح بالطلعة أبشر أبشر أبدق على الوالد يكفلني ألو هلا يبا حنا جيران ونعرف بعض في زمان والله يهدينا وياكم ترى الامر سهل ونبيكم تسامحونا شوف شلون كذي يا عمي وش يقولون ايش اللي موضوع بس هي اسمع يا حاره على كيفك يومين يومين في السجن يومين مقطوع اكل عدس ومويه وجاي تقول لي سامحونا على كيفكم انتم وكلها بسبه ولدك وهالملحوس صويلح لا تقول ملحوس بعدين عمك لينا كبك انك سارق موتره الا ملحوس وزياده هالهمر شف ولد أخوي الكريم الحبيب النبيل رضي الوالدين تتهمونه بالسرقة لا يمكن أسمح بذلك أبدا لذا إذا تبغون نعفو عنك وعن اللي صار في اتهامكم ولد أخوي تدفعون 50,000 ريال 25,000 الولد أخوي و25,000 لحضرتنا وش قلت؟ عجيب والله الله يعين بس أنا عندي 10,000 مجمعها من سنين وأنا عندي 30,000 والعشرة بدبرها إن شاء الله العشرة ما يلزم الدبرة عندي يزهلة بيض الله وجهك عدت على خير يا ولد العم وقضينا موضوع تركي إي والله ولا كان بلشنا لو ما أعطيتك عشرة سنة الحين بلش بعمرك إيه لا تقدلنا خلاص يا حبيبي فلوسك بترجع لك تعرف أرانا مصاريف والتزامات ها منة الله ولا منة خلقه قلت لك فلوسك ترجع لك قضينا من الموضوع ذا مير إلى حين ما دريت من سارقين هلوكس لو أدري كان قعدت معك الذهين شوكوش يا شيخ طير قال إيش قال شوكوش قص رقبتي تنموه بشوكوش تذكر حنا بس تراحة مو قاعد ينشد عن قطعة غيار حقت هلوكس شرط أنه هو على أساس أنه أبوه بيشتريه لي ما تمصدق أبو شوكوش بيشتريه لي إلا والله يبي ياخذه ويقصقصه ويبيعه خذ العلم من تقول صادق داور داور للشرطة داور اي متأكد ومية بالمية بعد على قصر قبتي تسانه مبهو طيب تقدر تفيدنا بأي معلومة عنه اي هقدر واقدر اعلمك وين هو فيه بعد الحين عامر يتهمني انه انا سرقت سيارته ايوه يتهمك انك سرقت سيارته وين حطيتها انا ايوه انت ما تفهم شوف شوف الحين بيدخل عليه بيخرشه
السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. وين الناس مختفين؟ جن اختفي ويصلح قلبك بس. نسأل يا ابن الحلال، نسأل يا النفسية، ايش فيك قلبت علينا؟ دامك تسأل مشغولين مع أهلينا، أوكي؟ أشوفكم من شباك البيت، أنت وصالح رايحين جايين بالسيارة. لا يا شيخ، مسوي قافط أنت وجهك. والله كلكم نفسية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا تركي، هلا، يلا حيا. تفضل تفضل. قب قب. دمت يا يلا 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 هناك 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 لحد اقعد حياك الله اقعد. احب اقدم لكم مطلق صديقي وتاج راسي واخوي. تدرون وين تعرفت عليه فيه؟ تعرفت عليه في مكان ما يعرفه الا قليل الخاتمه واللي ما تنفع معهم العشره. اعتبر استراحه راحتك راحتك. انت الموضوع يا ابوي، دام عرفنا المكان انتهى الموضوع. يا قوي وجه بعد ذا. اسمع تركي، لا تقول له شيء ابد، يفلها، خذ راحتك يا تركي. هلا والله، هلا والله بمطلق. الله يبقيك يا هلا يا هلا. تغديت ولا لسه؟ لا والله على بطني، على بطني من العدس اللي ضربنا فيه لين امتلأت بطوننا. افا عامر سم انجز انجز، جيب العمك مطلق مندي نفرين لي وله بس. مجز ابشر ابشر مجز ابشر ابشر الحين بسرعه. وانت يا صويله يا الحصني سم، قم قم صب شاهي العمك مطلق. قم اخلص ابشر بسرعه تقعد. اسمع انت وياه، انت وياه يا كفته وياسر، انت بالذات ما لكم دخل، لا حد دخل الموضوع. طيب مفهوم. وانت كفته ياوا، كفته بالله دق على شكوش ياوا. جواله مقفل. غريبه، ما هي من عوايد شكوش يقفل جواله. يمكن انه مات يا اخي. اذكر الله، وش اللي مات انت وجهك؟ لانه اي واحد يقفل جواله يجيني احساس انه صار له حادث ومات. يرحم والدينك، لا عاد تحس ابدا، خليك ساكت. نسوي وش نسوي؟ دق مره ثانيه يمكن شبكه. الحين وش الوضع مع تركي؟ شكلي مزبد له. لا لا انتبه، تركي فضيحه، بعلم عيال متهمين ومتهمين شوكش بالسرقه، وان ما نستحي ولا نقدر الخوه. طيب وش العلم؟ العلم سلك له لين تثبت التهمه، ويعرفون العيال انك ما اتهمت لو انت صادق. ايه هذا شورك؟ هذا شوري، ما جاك عندي. اجل شورك وهدايه الله. الله يغبني. مردوده مردوده. بتوسع صدرك عليك. انت ما شفته ايش يقول؟ بس حركاتك امس مع عامر وصالح والله ما لها داعي، وخاصه قدام الضيف. انا ما اسوي شيء ياسر للهدف. كيف يعني؟ شوفوا، قد شفتني يا ياسر أتآمر عليك أنتو كفتة؟ لا والله، بس لو تكرمت يعني تعلمنا وش السالفة. الله لو تكرم. شوف 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 الأسلوب، أسلوبك رائع أنت، يخليني أصالحك، يخليني أعطي كل اللي عندي. شوفوا يا جماعة، أبا أقولكم كل شيء بالحرف عن عامر وعن صالح. كلنا منصدمين من اللي سواه فيك عامر وتركي قبلك. كله من ذي يا صالح. اي والله انك صادق، هنا المشكلة. عامر يصدق صالح في كل حاجة لأنه ولد عمه. الله يعين. المهم يلا هنا ماشيين، تبي نجيب لك أكل من البيت من المطعم؟ ايوه أبغى أكل. ايش تبغى؟ سوشي. ما هو؟ سوشي. الحين السوشي ما أكلته أنا وأنا برا السجن، تبي أجيب لك سوشي هنا وسط السجن؟ المهم جيب لك سوشي حقكم إن شاء الله. ما أنتو يغمش. وبجيب لك معصوب. يا ود ألعم الله إني ودي أقول لك شيء بس متردد. أخلص ايش عندك؟ عن الهلي. لا تقول الزرافة ياسر ولا كفتة مو بشكش. لا لا دا ولا دا. ما بقى لا تشك في ابوي انت. ايه ترك نكبت ام العالم. الله يصلحك، الموضوع اسهل من كذا. اه وش عندك يا اسهل من كذا؟ تذكر يوم طلعنا انا وياك من استراحة؟ يوم يطلب منك ترك الهلي وكرشته؟ ايه اتذكر قبل 3 ايام. الله عليك، انت رجعت معي للاستراحة او لا؟ الا بس من وين اخذتك انا؟
دزها يلا. وعقبه رجعتك البيت، مو يصير ناخذ مطارك من المحطه. باكر وعدنا الصبح ومره نطلع جميل المزرعه. ابا دزها لها يا ولد العم. ورا ما قلت لي انك من سيارتي بالمحطه. والله ما تذكرت الا البارحه العصر، ومن وقتها ما ادري شلون اقول، خاصه عقب ما نكبت انت تركي وشكش. اه يا شيخ، متذكر من امس العصر ولا علمتني؟ وبعدين تعال، انا اللي نكبت تركي وشكش ولا انت؟ الله اني مستحي منك يا ابو دلعم، بس ابشر بالعوض. ابشر بالعوض ها؟ دزها، دزها للمحطه دزها. شو اسوي الحين؟ دزها. نلقاها نلقاها. وين سيارتي؟ متأكد إنه موقفها هنا؟ إي والله مهيب وشكلها سرقت. دزينا دزينا. Go 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 go. المعذرة طال عمرك، الهلي كنت ناسيه عند المحطة، ووقتها كنت أحسبه إنه انسرق، بس المشكلة الحين إنه انسرق صدق. انسرق؟ يعني الحين تبي تسوي بلاغ مرة ثانية؟ إيه. عسكري دخل الرجال اللي حصل السيارة قبل شوي بسرعة. ما شاء الله لقيتوا الهلي. كفو بيض الله وجيهكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير. يلا حيه أبوي. أيه أبوك؟ أبوك حصل السيارة بالمحطة قبل شوي وجابها والغى البلاغ. الله يعطيه العافية. الله يعطيك العافية يبا، ما قصرت. عسى الموتر ما في دكشات. لا والله وأنا أبوك الدقشات براسك. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا. الحمد لله إن لقينا الهلي والأمور انتهت على سلام. تمرنا بشيء؟ لحظة، نامر على أشياء. وين رايح أنت؟ أنت متهم أخوياك إنهم سارقين السيارة ومزعجنا ببلاغاتك الكاذبة وتبي تمشي على طول؟ والمطلوب؟ المطلوب نبيك تجلس عندنا شوي. أنا؟ إيه أنت. الله يكون بعونك يا عامر، لا تنسى عشره اللي أبي منك. لحظة، خلك معاه. طب عادي خلي ابوي يكفني. ام عاصي يا هالكوخه ماني مكافلك. توص فيها وتكفى يا حضره الضابط، هو ولد عمه. هذول ادواهم عندي ان شاء الله، لا تشيل هم يا عم. توكل على الله. عسكري ابلش. اركب بديتي. احنا شباب بابا. الناس ما دفعوا القطة لين دحين. حنا دفعنا لك القطة زي كل شهر، كيف يعني ما كفت؟ لأن القطة الشهر ذا ما اكتملت. يا شباب اصبروا علي كم يوم إن شاء الله وأدبر القطة. أبشركم يا عيال، جتني طلبية وتحديد السعر فيها 70 ريال. يعني العشاء عليك الليلة. أبد أبشر، أنا بروح الحين ألحق على العميل عشان ما أتأخر عليه، كلها ساعة وجايك. خلاص أبشر، ترى ما إحنا متعشين ها، ننتظرك. كويس جاء عشب اللوشي. وش تبي انت؟ شاورما مع الميميس. معليش يا اخوان، ترى اللوكيشن حطني هنا، لو اني داري كان ديوار توقفت هنا عشان ما تتعبون. لا لا عادي، اصلا بيتنا له بابين، من هنا ولا من هنا كله واحد. يا هلا ومرحبا فيكم. والله هلا والله فيك. تسمعوا شيء؟ شغل شيء عادي. يا شباب وصلنا الموقع، وين اخوياكم كاشتين؟ شوف انفتحت ثمك بكلمه بفجر راسك. ها بعطيكم كل شيء بس تكفون خلوني اعيش. بسرعه خلص جيب الاغراض. قايل لكم بعطيكم كل شيء بس تكفون خلوني. بسرعه جوال. ان شاء الله ان شاء الله. هات الرقم السري. كم؟ 2255.
جيب الاي كلاود بسرعه. اي كابيتال من 1 ل 6. تكذب علينا انت. عطني اياه. اعطيتك اخر فرصه والحين برميك. والله اعطيتكم اياه صح، يمكن دخلته غلط. جرب مره ثانيه. طيب فتح الان. افتح الباب ونزل رجولك بس بسرعه. واسمع كلامي. شويش شويش شويش. نزل راسك. انزل بعد زود. انزل بعد زود. انزل. تأخر، ما جاء بالعشاء. جعنا يا أخي. غريبة، مع أنه قلبي يوصل مشوار ويرجع. يا عيال أنا متجوع وعشاكم علي. كيف؟ سلامات سلامات. وش فيك وش فيك؟ ذبح احد انت؟ ما ذبحت احد. هم طقوني وخذوا اغراضي وسرقوني. سرقوا سيارتي. تكفى ساعدني. لا حول ولا قوة الا بالله. وش هالبلوى؟ الو الشرطة، عندي بلاغ لو سمحت. عندي رجال بين الحياة والموت. تكفى ارسل لي دورية وسيارة اسعاف. وبعدها رموني برا السيارة ونحاشة وخلوني بين الحياة والموت. طيب وش أخذوا منك؟ أخذوا مني بطاقة الصرافة والإثباتات والفلوس اللي بالدرج والجوالات والسيارة. لا يكون أعطيتهم معلومات الآي كلاود الخاصة فيك؟ والله أعطيتهم، بس ما أدري إذا كانوا عمداهم يحفظونه ولا لا. طيب كيف كانت أشكالهم؟ بشرتهم كانت سمراء، واللي قدام لابس أسود، وكني شفت اللي قدام لابس سوارة بلاستيك سوداء. على كل حال الحمد لله على سلامتك، ما تشوف شر إن شاء الله. الآن المستشفى بيسوي لك أوراق خروج وتوكل على الله، وأنا تابع الموضوع بنتصل فيك أول بأول بإذن الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، قدامك العافية إن شاء الله. سجلت كل شيء؟ يلا. غريب، ياسر يطلب مني 2000 ريال، ما قد صارت. هذه رسالة من صديق ياسر عامر. يا ورع، ما لقيت تطلب فلوس إلا مني. يلا لا تتصل. يلا شكلنا طحنا في واحد طفران، دوروا واحد غيره. لا تخاف يا أبو عمر، بنصيد واحد غيره. بعدين اسمعوا، لا تسوون أي شيء إلا بأمر مني، مفهوم؟ ابشر. يا خردة، لو تلعب معاه 100 جيم برضو ما حتفوز علي. العبرة في النهاية. العبرة في النهاية. ألعب ألعب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلامات ياسر، إيش فيك؟ إيش حصل لك ياسر؟ كويس إني باقي حي. يا أبوي يقول لنا إيش الهرجة؟ وإيش فيك أنت؟ اسمعوا، لازم تتحركون بحذر أول بأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. السريع. هذا اللوحة ضبطتها يا أبو عمر.
كفو. حلو، يعني الحين يمدينا نمشي بالسيارة وما حد يصيدنا. ايه بس مثل ما قلت لكم ما حد يسوي اي شيء الا بامري، مفهوم؟ مفهوم. من وين اخذتهم؟ من بيتهم. من بيتهم؟ انا متاكد انهم ساقوها عليك. ها دلني دلني وين المكان بس. خلاص يا عامر ما لها داعي، الضابط جاء وخذ المعلومات كامله، قال نتصل عليك بعدين. اي ما يخالف، بس انا بساعدهم. كيف تساعدهم يا عامر؟ يا اخوي بساعدهم، يمكن نلقى معلومه نلقى شيء. خلاص خلاص رح سيده، اللفه مو بذي الثانيه، رح يسار. يالله يا ابن الحلال مطلعنا في ذا القوايل، مسوي تكشف ذا العصابه. ايه بكشفه، وانا عرفت اللعبه اللي لعبوها عليك. وشي؟ اسمع، هم حطوا لك الطلب باللوكيشن هنا وجوك من الجهه ذي، وبكذا لما ركبوا معك انت اللي حست، ما تدري هم جو منا ولا منا. صراحه كلامك منطقي، بس وش نسوي؟ انا اعلمك، نروح لشركه سريع وناخذ بيانات العميل وبكذا نصيده. الله يستر من افلامك ولقافتك يا عامر. يا حبيبي وش افلام؟ هذا حسمني وانا بوريك، اذا ما طلعتهم ما اكون عامر. امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن توصلنا على نهاية الشارع يا اخوي؟ لا 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 لا، انا ما اوصل احدا، خاصة انتم الاثنين، انا عارف نواياكم، انتم بتسرقوني زي ما سرقتوا ياسر. ياوا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت نبي معلومات عن اخر عميل طلع مع ياسر، لو اعتبرك 336. ما أقدر أعطي معلومات إلا للجهات الرسمية. بس الله يطول عمرك، هذه سيارتي ويحق لي أعرف. عطني إثباتي. الصراحة إثباتي من ضمن المسروقات، بس معي صورة. أعطيني الصورة اللي معك. سم. طيب استريح هناك شوي لين أخلص وبرجع لكم. كيلك يلا. هاي يا ياسر، ما قلت لك بفكك من ملابسات القضية وأوصلك العصابة؟ هذا لهم. تفضلوا. الحين أنتوا قاعدين تقومون في عمل الشرطة وتعرضون أنفسكم للخطر، ليش؟ أبد طال عمرك، حبينا نساعدكم. بتعطلنا أنت ما تساعدنا. إحنا أخطينا الله يطول عمرك وإن شاء الله ما تتكرر. عموما سيارة ياسر استقبلوا فيها طلب لعميل من برنامج سريع وسرقوه. سرقوه؟ إيه سرقوه، لكن احنا ان شاء الله بنتخذ كافه الاجراءات ونجيبهم. بس انتبهوا يا شباب، لا تقوموا في عمل الشرطه وتقدرون تمشون حفاظا على مصلحتكم ترى وعلى سلامتكم. ابشر ابشر، الله يطول عمرك. امشي يا عامر. خلاص فكنا من ذول اللي زرفونا، والشرطه تعرف تجيبهم. يا ابوي خلاص لا يكثر، نبي نروح للاتصالات نطلع لك شريحه. وش استفيد من ذا الشريحه ما دام ما معي جوال؟ يا ابوي نطلع لك شريحه وبعدين ندبر الجوال، خلنا نعرف نتواصل مع بعض. يعطيك العافية، شكرا على الهدية، ما قصرت. بس كيف هديتي؟ يا أخي أشغلتنا 20 مرة تقول له هديتي هديتي. أقول افتح لي كلاود بس. هذا حاول يدخل كلاود وسوت له رفض، والآن اطلبه لي مرة ثانية. اقبل، هذه فرصة لنا. أبشر يا عيال، فتح الموقع. أم عاد ممتاز، هذه أهم خيوط القضية، أدخل شوف جهازك وين. شوفون الموقع فيه برحة شكله. مشينا. وين للشرطة؟ لا للموقع. امشي يلا. المنطقة هذه الموقع يقول لنا في المنطقة ذي. هذا هو. ولا حركة. قوم 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 قوم، أغراضك أغراضك.
ما عندنا ذا جوال هدية. فات بالهدية بالهم. طلع أغراضك. ما معي شيء. طلع أغراضك أحسن لك. أخلص. عطني. ما معي شيء. أقعد. 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 سم. وجهك هناك. وجهك هناك. أبشر. وجهك هناك أقول. وش دخل مدرسة؟ انتم ما تفهمون؟ كم مره قلت لكم لا تقومون بدورنا وتعرضون حياتكم للخطر؟ طال عمرك حنا بس حبينا نساعدكم. احد اشتكاك؟ شوفوا لا عاد تتدخلون بعملنا، فاهمين ولا لا؟ ولا اضطريت اني ادخلكم التوقيف؟ لا التوقيف لا، الله يطول عمرك، الا التوقيف اخر مره والله. مصيبه يا ابو عمر مصيبه. وش اللي صار؟ السياره المسروقه طلع فيها شريحه تتبع والدوريات تتبع تحركاتنا. جبتوا السياره هنا؟ لا وين؟ إننا نوقف آخر الحارة ونجي مشي. الحين تروحون تأخذون السيارة تبعدونها عن الحارة، ترشونها ببودرة طفاية الحريق، تشغلون المكيف على الحار، تكتمون السيارة علشان تحترق السيارة ولا يبقى أي أثر البصمات. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. نايف وعمر تروحون، وانت يا خالد تعال بيه. أبشر. ليش منادينا الله يطول عمرك؟ مسوين غلط ثاني؟ انتظروا شوي. تفضل. طال عمرك عمر ياسر موجودين الان. خلهم يدخلون. وين تحسب نفسك انت وياه رايح؟ في نظام، في امن، في عداله تجيبك تجيبك. هذول افراد العصابه. ومسكناهم، تقدرون تاخذون اغراضهم. وإن شاء الله أنهم يلقون الجزاء اللي يستحقونه. ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. طب شلون مسكتوهم؟ من بداية الحالة وحنا بدأنا التحري والرصد لهم، ولولا تدخلك أنت وصاحبك هذا كان من زمان تم القبض عليهم. أطرخوا يا عيال، هذا المفطح بمناسبة رجوع سيارة ياسر والقبض على العصابة. بيض الله وجهك يا عامر، كثر الله خيرك. عفو عليك، بس ما سوينا شيء، هذا أقل من واجبك. يلا سموا. إيه اصبر، ما حد يسمي الى ياسر يرجع الجوال اللي اعطيته هو هديه. من جدك في حد يرجع هديه؟ بزر انت. ايوه بزر يرجع الجوال، اول جواله كان مسروق، دحين جواله رجع له، يرجع حقي. عطى. هذا نظامكم، امسك. يجي دحين سمه. يا صالح سم تعمل شيء؟ ما عرفتني؟ والله الشبه مو بغريب علي. ابو يوسف. ابوك في الجنه ابو يوسف. يا هلا يا هلا ومرحبا. يلا حي، شلونك؟ الله يحفظك. عساك طيب؟ بخير جعلك بخير. وين 15 سنه عمر الرجال، ما شاء الله ما تغيرت يا ابن الحلال. لا تقول شيء، بس انت الدنيا خذتنا، الله يعين بس عليها بخير. المهم وشلونك انت؟ وشلون اخوك ابو عامر؟ لا بشرك ما شاء الله، لا اله الا الله، الممري عندي شغال، وابشرك انه بخير، وابو عامر بخير وطيب الحمد لله. المهم عشان ما اطول عليك، عطني 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 رقم جوالك عشان اتصل عليك وتجيني في محلي. يلا ابشر ابشر بالرقم، لازم نتواصل. ساعة المباركة عادي والله. اصبر لحظة، افا الظاهر اني ضيعت الجوال. الظاهر انك مضيع من مبطي من سنين ولا عارف كيف. خلني اشوف. تسمو في البقال. ناظر ناظر. يلا شوف.
اقول يا الحبيب تونا يوم شريت منك المقاضي ما لقيته جوال طايح ولا شيء؟ لا ما حصلنا شيء. العمال ما لقوه وجابوه عندك فيده؟ بشر لقيته. وشو؟ الجوال. اوه ما لقيناه مو بفيده. لا لا طيب اخاف انك ناسيه في البيت. يوم اطلع من البيت وانا ماخذه بيدي. لا 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 تدري؟ ها. تعال 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 تعال. يلا. الله يبارك بهالجوال اللي خلاني اشوفك يا ابو يوسف. الله بير يسلمك ويحفظك. اخاف يرجع الجوال راعيه ولا عاد اشوفك يا ابو عامر. يا رب اذكر الله تعوذوا من الشيطان انا ضاق صدري من هالجوال وانتم تضحكون مو بوقته. ايوه رد رد اصص هل هلا وغلا بالطيب. اقول الجوال اللي معك تراه جوالي حقي وانا مضيعه. ياوة ياوة ام جوال هذا لقيتوه في المسجد؟ ها طيب سدبويا لا تكثر في مهرج. دحين المرور يشبطني بمخالفه وانا اتهرج معاك. فيان انت وانا اجيب لك مجوال حقك حتى عندك. كافو يا والله وجهك جعلك تسلم. اجل انا اكلمك الحين من جوال اخوي وفي بيت اخوي ابرسل لك اللوكيشن والله يحييك القهوه زاحبه. ها طيب سدبويا فمالا ابشركم عقله الجوال يلا لك الحمد. الحمد لله هناك العقلان. ابرسل هاللوكيشن هناك خير احنا انبسطوا واستانسوا. اخلص علينا دقيقه النت معلق. فتح فتح جيب بطاقتك بسرعة. أصبر أبي بالواجهة. الحين ناظر الواجهة كلها محجوزة. أهم شيء أبي مكان قريب من اللاعبين عشان البلاهي إذا نكب أزبد له. طيب خلاص هنا زين طيب؟ هنا زين. ورا ما تحضر معي. تخيل أروح معكم يا الطواقي. يا أبوي أنا فازع لك لأنك ما تفهم في اللابتوب يا الدبشة. لا يا شيخ أقول كمل جميلك ولا تسب يا القوطي. أكنسل؟ لا لا لا. فقراوي. ها؟ أحجز أحجز أمسك. يا هلا يا هلا الله يحييكم الساعة المباركة الله يسلمكم يحفظكم إن شاء الله ويبقيك. الله يحفظكم يا هلا والله مرحبا. المهم يا الغالي يا أبو عامر اللي فيه اليوم فيه الخير والبركة وما له داعي الكلام الله يحفظك. هذه جت صدفة ولا مدانا أسوي شيء وحقكم علينا واجب إن شاء الله عشاكم عندنا بالمزرعة بعشر. كفو كفو والله أبو أخوي بيض الله وجهك. ولا يهون أبو سعيد الحقيقة لك معروف علي يوم لقيت الجوال فيه صور عيالي وصور أم العيال فكنا الله. المهم ترى كنت بعد معرف إيدك باسر العشاء في مزرعة أخوي. أبشر أبشر على هذه النخرة ولكن والله إنه عيب عليكم كلام هذا. هذا واجبنا طال عمرك وكويس إن تعرفنا على هذه الوجيهة الطيبة. أما من ناحية العشاء فترني ميجي ميجي الله يرزقكم ويقويكم ويغنيكم. باسر إن شاء الله أنا بمر أبو سعيد وبجن وياه المزرعة بس تكفى ولا عليك أمر ارسل لي اللي يقول عليه لوكيشن. ابشر يلا حافظكم الله. امان الله مع السلامه. مع السلامه تنشون الله يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله. تفضل يا اخوي الله يغنيك وتكثر خيرك. هاي وخيي وش تبيني اسنع معك وادبر باسر في العزيمه؟ الله يخليك اللي تسويه مقبول. السلام عليكم. هلا ابوي عامر. هلا بعمي. عادي والله طيب. انا اقول البيت منور ما شاء الله تبارك الله. هلا يبا قهويتي ولا قهويكم؟ لا بتهوين خلي ادلها بسانه. اللي يا ابو عامر ورا ما تريح باسر وتخلي جعله اسلام عامر يسنع كلش ويدبر كلش. اي بس عامر ما يعتمد عليه. افا انا خابر والله عامر رجال جيد وسنع من يومه صغير قبل ما يتعرف على هالشلة التعبانه يسهر هو وياه طول الليل بالاستراحه وبالنهار يجي نافيده. وش السالفه يبا لا تشوه سمعتي عند عمي. امحق سمعه. اسمع يا عامر ابوك باسر عازم الرجاجين في المزرعه الله يطول في عمره وبيعطيك الدراهم وبك تجيب الذبايح وتسنع كلش. اي بس بكره قص تذكره مباراه الهلال ابو راح احضرها بملعب الجامعه. قايل لك اخوي ما ورا سنه هالداج هذا. جعل التذاكر ما تعود. اقول لك عزمت ابوك تقول هلال وما هلال. ابشر ابشر خلاص احاول اخلص اشغالكم قبل المباراه. وش اللي تحاول؟ انا بمرح عندكم فيدا في غرفتك بعد. اما سنعك ابوك سنعتك انا من الفجر تقوم وتشتري الذبايح وتدبر كلش وتسنع كلش. ابلش وشو؟ ابشر يا شباب نبغى نخش ترند في السناب. كيف؟ انا اقول لك كيف. كفته هذه ورقتين زي بعض تمام؟ هذه حتطلع عليها عبارية ابغاك تختارها وهذه حطها بجيبك تسوي مجنون خلاص تمام؟ ياسر ابدا تصوير. مساكم الله بالخير حبايب قلبي. اليوم جاي لكم عزوز خفة يد جديدة. ايش فكك هنا الحركات البركات. كفتة نقي ورقة انا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. ممتاز نقيت خلاص. شوفوا يا متابعين هذه الورقة
ردها. تمام؟ تمام ها. خذ انت عشان تتأكد. تتحداني اطلعها من جيبك؟ اتحداك اطلعها من جيبي اذا انت راجل. هيا. اعزائي المشاهدين، شوف شوف. اوه وشلون كذا عزوز؟ تصدق انك قوي؟ وريهم وريهم. لا 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 لا، هذا تخبل، هذا تخبل، هذا لا 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 لا، هذا مجنون، هذا مجنون يا جماعة. كيف 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 عرف؟ يا الله. كفتة نقي ورقة، أنا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. أبوك يلقهر، يا ليتني معكم. أسمع ياسر، أنا عندي عمي محجر لي، أبيك تبيع تذكرة مباراة الهلال، يمكن ما أقدر أجي، أوكي؟ صرفها بتويتر. عامر ورا ما تنام هالحين، امرح. أنا نايم ممرح. وين نايم وأنت بعد ترغي بهالجوال تالي دليول؟ تدري؟ هات الجوال، هات الجوال. وين؟ أنا بزر. إيه بزر، هات الجوال خلينا نمرح، هات هات. هات الجوال أقول لك هاتني. سمسم. هات هات، يلا امرح. ارغي. هاي أصلحك. عامر قم تعوذ من الشيطان، أشغلتني، قم. قم يا رجال، ورا أنا مشاوير الواجد. اضربني. اضربني، هذا هو الطلب. وذا ميت النجيف هذا. قم 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 يا عوزك. وش ذا الازعاج؟ خلاص عشر دقائق واقوم. ما يخالف، خذ لك ربع ساعة، ريح ريح. وش ذا التعذيب؟ وش ذا التعذيب؟ يلا قم الحقني، يلا يلا وراي. الله الله يا عامر، المهمة الأول الذبايح، بيض وجه أبوك يا بعدي. أبشر. وين 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 تنزل؟ وين رايح؟ ما تشوف يا عم؟ مطبخ الذبايح. طيب وش نسوي بهم؟ ننزل نقول لهم اعطونا ذبيحتين ويوصلونها لنا بالاستراحة. معصي؟ انصح اني تبي تفشلني قدام ابوك عند الضيوف؟ معصي؟ لا، وش بيحطونا من الذبايح؟ بيحطونا طعمك سديش ولا فيها خراج ولا فيها طلوع؟ اترك عنك بربشة المطاعم، كون نشتري الذبايح بانفسنا ونختارها يا مال الغنيمة. يلا سوق الغنم، يلا يلا. ابلش. شو؟ ابشر. يلا امرح. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا يا هلا يا عم. الهرافة واللبانيات أبشر بها. كفو والله كفو. أقول ولدي يا عامر. سمي عم. عادي والله بس أنا عيدي، اخترنا ذبيحتين تجمل أبوه قدام الضيوف. أبشر بعزك يا عم، ما طلبت شيء. كفو. ها اختر واحد. هذا تعرف وشو ذا؟ خروف. وانا قال لي اسمكها يا عامر، قال لي اسمكها، ادري انه خروف، لكن هذا يا ولدي سديس، هيرش كبير، بيقضى غازكم وكهربكم ما استوى. اي بس كبير يكفي الضيوف كلهم. ما هو على الكبر يا ولدي، على العمر، لا صار لباني صغير ولا طعم منه. اقول عطنا ذاك الطري، عطنا ذاك الصغير اللباني. طيب وشلون اعرف عمره؟ بسنانه يا ولدي، شوف ذي لباني صغير، 3 أشهر 4 أشهر، هذا لا طبخته وزين الحمى. إيه بس ما فرشت لونه. أقول قم بس ضف وجهك، روح جيب الموتر بس قم. يلا أبشر. عادي أبو، عطنا أخوه، عطنا أخوه اثنين، عطنا اثنين. أبشر أظهر من اليوم ما شاء الله. أخلص يا عامر. يلا تكفى يا سنادي يا عامر، الحق الحق على المطبخ، نحط الذبايح ثم نروح طال عمرك للسوق نجيب الخضرة والفاكهة وندبر كلش ونسنعه ونروح للحيالة نفتحها وننظفها. حتى الخضرة نقضيها بأنفسنا. أجل وش تبينا نسوي؟ تبينا نروح لذا الجوال ذا اللي يطب زون ذا اللي يسمى تطبيج، ولا نكلمهم ذا اللي يوصلوا يجيب لي أي كلام؟ لا معصي، نبي نروح ناكل السوق ونتقضى بأنفسنا ونلمس كلش ونسنع وندبر، نجيب الطماط والبصل والخضرة والفاكهة والطيب والتمر بعد. أبلش. شو؟ أبشر. أبشر يا عم. أبشر. أي بعدي بعامر. يلا انتبه للطريق يا ولدي.
شاء الله الحمد لله على السلامة والعافية. يا كومار كومار يا كومار كومار عرفك وين راح كومار؟ أجي 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 أجي. السلام عليكم. سلام ورحمة، شلونك طيب؟ كويس كويس. شوف يا كومار، افتح الخيمة ونظفها وسنعها وشغل المكيف. المكيف هذا على طول خربان، مكيف الخيمة هذا. أوفا، هذا اللي ما حسبنا حسابه. تدري خلي الباب مفتوح، نظفها وسنعها ورش ذا الحديق عشان يجينا البراد من داخل. إن شاء الله. ولا تنسى شب على القهوة وشب على الشاهي وسنع ودبر كل شيء، تصير مثل ذا الأرفل ذا. زين؟ كويس إن شاء الله. عادي والله بكومار سنايدي. شكرا. يلا يلا عط عط المقاضي. نزل الباقي من السيارة. يلا 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 نسنع كلش يلا. سلمت. سمعتم مني يا رجال؟ يعلم الله اللي جاب فكرة إن نقعد هنا بعد معشاء، أشهد بالله إنه رجال قاحي. يعلم الله إنها فكرة حلوة وفنانة. عز الله إنك صدقت، فعلا مكان جميل وحلو وهواء طلق يحبه قلبك. هذه فكرة عامر ما شاء الله عليه، فاجأنا فيها. أي والله ما قصر عامر، جاب الزوالي وجاب المراكي وفرش وسنع كلش، وين يروح؟ جينا لعمه. عامر 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 ما تسمع؟ سم سم يا عم سم. وشيك أصقح أنت؟ لا لا ما فيني شيء. أبيك الحين توديني للبيت زين، ثم تعود فينا تسنع وتدبر كلش. أنا وأبوك بنجي بسيارتي عقب العشاء زين؟ زين زين بعدي والله أبلش شو؟ أبشر أبشر يا عم أبشر. يلا يلا يلا, يلا. أنا قدامك السيارة يلا. السلام عليك. السلام ورحمة الله. لو سمحت بغيت ست زوليات أجار يوم واحد. موجود الله يعافيك. أجل حطها لي بالونيت. أبشر. هلا ياسر. ها كم كم؟ لا ما يمدينا أشوفه حتى بالتلفزيون. أما الهلال لقم هدف. أكيد البلاي هو السبب. ما عليك بنعوضها. بنقلب النتيجة. يلا مع السلامة. يا كومار كومار. ايوه اجي اجي. تعال تعال. ايش في؟ شفت الزوالي ذي؟ ايوه كلهن ننزلهن. كويس. سريع سريع بسرعه. ما في مشكله. يعلم الله يا معايا عطر فنان يعجبك. كم ريحته يا اخي فنان. اقول لك هب لنا يا اخي اغنيه اللي تقول باهوتي شاب ومحاله قد لطيفي، ولا تدري من الأغاني حقك. هلا ليت البكا برد غالي لا سيل وادي ما سلسلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، باقي واحدة. ايش هذا باقي واحد؟ باقي واحدة اكيد نزلت كل اللي في الصندوق. كله هذا نزل انا سياره، هذا كله موجود. بس يا حبيبي انا قايل له ست زوالي وهذه خمس زوالي. خلنا اروح اشوف ايش صار. روح شوف. سهرت ايامي ما عدت ليالي وحال. يا ست روحي. يا ظهري. ما ادري ما هو قابل لصمتي. يا ابو يوسف في انا يا ابو يوسف. انا هنا انا هنا ابو سعيد. انا لا اله الا الله حق ولا اله الا الله. هذا مكتوب من عند ربي سبحانه وتعالى. يا ولد يا ولد يا ولد تعال انا عند ابوك. ايدك دانا ايدك دانا غير علينا. يا ولد يا ولد الله لا يوفقه راعي الجوليه.
هذا طلع راعي مزولية، الله لا يوفقه، شل مزولية حقته وكبنا وراح. الله لا يوفق ظهري ظهري. بسم الله تبارك، الحمد لله على السلامة والعافية. يلا يا كمار الفاكهة بسرعة بسرعة. يلا حيهم يلا حيهم. هلا والله ومسهلا، حطها حطها هنا. وروح جيب الموية. ما شاء الله ما شاء الله، من اللي فرش الدكة دي؟ أنا، وش رأيك؟ فكرة ممتازة، بيض الله وجهك وين أبوك. الله يبيض وجهك يبا، أبد. شفت الجو نفاهات وزين، قلت نستغل الدكة ونفرش هنا. صدقت يا ابوك، عز الله طلع منك فايدة. فايدة؟ هاي فايدة يا رجل، كلها زوليتين او ثلاث، وش بعت في خرطي؟ لو سمحت ستة. ست، ثمان، عشر، وش سويت انا؟ ترى جار الوحدة بريالين، لا تقعد تمن علينا ذالحين. هذا جزاتي يا عم، اجل تبينا نحشر الضيوف بالخيمة بدون مكيف وبالحر، هذا جزاتي الحين. قلت نحطهم هنا بالدكة نفاهات وبردات. شفت يبا شفت شو يقول عمي؟ وين ذوقك؟ دقيت على ابو يوسف ما يرد، دقيت على مرتين ثانية جوالها مقفل، وش تبيني اسوي؟ دق على ابو سعيد. تبشر تامر امر. انا عند ابوك انقلبنا يا اخي، الله يقلب جشعتك، سعفنا ودنا معاك اي محل يا اخي. ابشر ابشر اخوي، انا الحين اطلعك وتركب معي. هيا يا اخي خرجني خرجني سعفني. جمع انت. في شوية انا عند ابوك انا عند ابوك. ياو ياو. سلام 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 رفق 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 على ظهري 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 ظهري. ابو عامر عشاكم وين الساعة 11؟ صار سحور مو بعشاء. الا ضيوفكم وينهم؟ عينه خير يا جماعة، عينه خير، عينه خير. جاء العشاء جاء. هالحين وش سويت يا أخوي؟ سم. العشاء وصل وضيوفك ما جو. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه والله البلشة. قم قم توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو يوسف، وش اللي حاصل؟ احنا وين الحين؟ وش الموضوع؟ هسمع اقول لك وش الموضوع. يا ابن الحلال وصلنا مشوار حقنا. عجيب والله. مو هم هذول اللي جبنا لهم الذبايح، جونا هم وذبايحهم سوا. وراكم تاخرتوا. شوفت عينك. هذا هو. الله لا يعافيك. هذا العزولية. اي والله انه هو. الله يهبها في وجهك. الله لا يوفقك. انا؟ ياوه. وش دخلني انا؟ الزولية اكبر من المطب، ورا ما وخرت عنها. بعدين انا ما شفته وهي تطيح، كنت مشغول مكالمة مع ياسر يعلمني شلون البليه يكبنا بهدف. يعني انا مالي دخل، البليه هو السبب. بعدين تعالوا اجلسوا هنا، هذه كلها فاضية وذي خلاص ربطناها، وبكلم المحل انه ما عاد يأجرها لحد. مبروك عليك التقاعد يا ابو عامر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سبرايز! حضرة المتقاعد ابوي، السيدة زوجة ابوي المتقاعد، السيدة مشاعل زوجة العزيزة، السيد سليمان البزر. اما الان مع كلمة المتقاعد ابوي، صفقوا له. أتحداك يا متقاعد البطل. عيالي أم عيالي، أشكركم شكرا جزيلا. أنا الآن
حسب ما راح نتقاعد من شهر العسل. يا عساك ما تذوقه، هذه اخرتها يا ابو عامر؟ تبي تعرس علي؟ عرس التقاعد، عرس التقاعد يا بنت الحلال، خلاص ابغى تفرغ لك. الله يهديس يمه، دائما تفهمينا غلط. اما الان مع كلمه حرم المصون مشاعل. ممكن يا خالي تشرح لنا ايش خطتك بعد التقاعد؟ سؤال جميل، لكن كل شيء في وقته حلو ولا خالص. اجل نقطع الكيكه. حيو بابا. ايوه حيو بابا. حيو بابا. حيو بابا. يا ليلى دار يا اتحداك الاغنية البطلة يا عيال، اقدحوا، هذه احلى كيكة لعيونكم. وش المناسبة يا عامر؟ بمناسبة تقاعد ابوي، هذا التمديد الرابع له. تصدق اول مرة اشوف ابوي مبسوط كذا. مدام صار عاطل، ايش رايك نسجله معانا في الاستراحة؟ ايه لا تقول ابوي عاطل، تفهم ولا ما تفهم؟ صاير تبون. تكفى يا مطربنا، بمناسبة تقاعد ابوي ابي اغنية. ابشر حبيبي. يا من طلع للمعاد خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والرعاق. عجبك يا للمعاد خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نواف والرعاق. عاش وعاش بعد ما عاش. اليوم أول يوم التقاعد ولازم نسجل طلبات المطبخ. أجل سجل عندك. أول شيء خلاط المجلة يبي له تغيير. وش فيه؟ متأخر بعد؟ أوه من 5 سنين، ومروحة الشفت كمان يا خالي ما تشتغل. وش فيها ما تشتغل؟ أنا أذكر أول ما جينا نزلنا بالبيت الكهربائي راح بيجيب العدة وما رجع. يعني كذا نحتاج لكهربائي وسباك؟ وين رحت أنا وأنا خالد؟ عجيب والله. أنا بصلح كل شيء، روحوا بس ناموا 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 بس وارتاحوا. شاب الشارع عبد يا ليلاني خلي هجرني وزود الهم بيا. شاب الشارع عبد. عطنا خالد عبد الرحمن. آخر واحدة ذي ولا؟ آخر واحدة. الصديق وقت الضيق قالها وعضيق، يوم صرت بس اغنية بس اغنية. انا البارحة مغزيت والبيت بمين ارقود، حسبي على من كان هذا من اسبابه. تكفى تكفى اخر واحدة، انت قاعد باستراحتنا واجد، حتى اخويك شوف راقد هناك. خلاص 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 من حبكم يا زين عزلنا. ما عاد لي في هواكم شفنا ورادة عاد. انا جاني النوم ابمشي. ها وخذوا راحتكم، ما عندكم استراحتكم، ارقدوا هنا. ها لا اله الا الله يا زين حرتها، الحمد لله اسقود وبهود والعدو مغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. سم تعال. سم انت ما تعرف ولا الساعة 1:30 الحين؟ وانت مسؤول عني عشان تسألني يا ابو عامر. هذا ردك؟ يصير خير.
الكلام هذا يا ابي ياسر ابوك الصبح ان شاء الله. الله يهديك بس. الحبيب شايفك يا اخو؟ انت صاحب هذا البيت؟ لا انا جاره. وش شايبك نص الليل؟ اهل البيت هذا طالبين عشاء. عشاء هالحزه؟ وهذا وقت عشاء اللي عقبنا. ابو عبيد يا ابو عبيد وش عندك يا ابو عامر؟ ها؟ انت طالب العشاء هالحزه؟ ايه يا حبيبي هالوجه هات هات احنا طالبينه. يا حبيب خذ. شكرا شكرا يا اخ. والله الرجل راح والله الرجل قبر احد يطلب عشاء هالوقت وانت من حلالك قرش دافع شيء بعدين وش اللي مطلعك الحزه جاي اشوف معالك السوداء هل سكن وهم ضلع اللقاف هاي من علامات الشيخوخه والخرف تسمع طبنا الفيضي انت يا وجه اسمك توكل على الله توكل توكل امشي عمر عمر سمي يبه وينك فيه الحزة عند العيال بالاستراحة يلا بيتنا تذكرك روح لربعك روح لهم لا سلحة مرة ثانية وراك علي يبه بالعكس اليوم جاي بدري بالعادة اجي الساعة 3 الله أكبر وين عندك وجه تقول جاي بدري أقول لك فشلتنا امشي هالمرة ادخل بالبيت يلا بسرعة يلا سم نسمع علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى وين الشكشوكة حقتي؟ والله لسه ما خلصت انت كده على طول دايما حار؟ ايه انا جوعي حار بعدين ليش ما ولعت اللمبات؟ خالي لسه ما خلص من الترميمات هلا منتهي السباكة والكهرباء كلها جاهزة كفو والله اتحداك يا رب البطل هذا ما هو شغل جيل الهمبرجر الرجال لازم يعتمد على نفسه وش تقصد؟ ايش ايش تمسك شغل يلا ابشر عجيب والله صالح يا الله صباح خير يا الله سم وش تبي؟ ايش فيك انت؟ دقيت عليك برا مرتين ثلاث مرات ما رديته وش تبي؟ انا ادري قلق انت وش تبي؟ ولك ما جاء الا عقب منتصف الليل البارح وليه جاء بعد منتصف الليل وش عندك انت وش تبي؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا ابن الحلال ترك اشغلتني انت اسمع عاد بتربي الولد ولا ربي انا؟ كفو انت تربي انت كفو تربي ولدي انت اقول لك لا تدخل في خصوصياتنا مره ثانيه احذرك انا حبيت ابلغك لاني اعتبر ولدك مثل ولدي لكن انت ما بك فايده اقول فك كذا بس قال ايش قال ولدي لكن هين يصير خير ان شاء الله يا سلام الله يا حباب جرل الحاني صابني ونسيت المفتاح يا نور عيني نور عيني نور عيني يس بابا هاتي لي المفتاح على الطاولة هركضي حاضر بابا ايش بلاك انت ما تستحي نور عيني نور عيني والشارع نور عينك ايش بلاك يا ابن الحلال هذه اسمه نور عيني الله يعميك انت وياها تغزلها بالشارع يا اخوي ترك ازعجتنا يا ابو عامر الله يرحم والديك توكل توكل على الله توكل على الله اسمع عاد توكل مفتاح ايه عشتي عشتي يلا يلا توكل على الله توكل على الله أعوذ بالله أعوذ بالله سليمان يا سليمان عمر يا عمر عمر ها الله شيء كل هذا نوم هاي هالعلم عندي أنا
نايمين إلى هالحزة أنا لأوريكم. يا ولد يلي هنا عامر يا ابو عامر. خير خير يا ابو عامر. لا اله الا الله. وش فيك وش فيك يا ابو عامر؟ وش فيك ازعجتنا وطفيت علينا المكيفات؟ جيب القهوه البطوله سمحتي. وشلون وانت طافي الكهرب علينا؟ ها اقول لك يقهر. سلامات سلامات. وش فيه؟ مين طفى المكيفات؟ أنا اللي مطفيه. عند سمانة؟ بلاش. إيش قلتي؟ ما قلت شيء. أقول وش رايكم نروح برحلة لمزرعة عمكم أبو سيف الله يرحمه؟ أنا ما أقدر، مرتبط مع العيال بالاستراحة. وأنا ما أقدر، أختي بتزورنا. وأنا بساعد خالتي. المزرعة ما فيها نت، وأنا مواعد أخوياي أنا ما حفرت نت. عجيب والله. على والله بالعائلة البطلة والله يا أدسون حاس الكهرب والسباكة حوس. حتى ضحكة زوجتي حاسها. والله إنك صادق أدسون. أبوك مغاطس من الصبح ما أدري وين هو فيه. الله يستر بس. والله أنا خايفة على خالي من يوم أتقاعد. هو مو خالي اللي أنا أعرفه. يا هو مستقعد للجيران ورافع ضغطهم. وحنا بعد رافع ضغطنا. أنا رافع ضغطكم؟ أنا حايس الكهرباء حوس؟ أنا أديسون؟ الحين وش بلاك يا عامر؟ ما تركز على السواقه وتترك الجوال. ابشر ابشر.
شلون عرف؟ يا عيال اليوم نبي فلة، نبي رقص، اوكي؟ اوكي. بس اللي مثل الدجاج ما نبيهم. من اللي مثل الدجاج يا ورع؟ اللي نام بدري من المغرب. لا يا شيخ، انا اوريك اليوم من اللي يرقد بدري ومن اللي ما يرقد، ها؟ انت ويا يا الفروخ. عطنا عطنا اغنيه تكفى. وي منتهى الرقه، وي منتهى الدور، حبيبتي في كل حاجه عجيبه، اذا حكت تعب تخليني اروق، واذا بغت تجي راسي تجيبه، ودي تحطتني على راسي من فوق، وحدنا صارني كثر خلي بطيبه، حتى وهي جنبي حسسني الشوق، وشلون لما شفتها بعد غيبه. في منتهى الرقه، في منتهى الذوق، حبيبتي في كل حاجه عجيبه، اذا حشرت تعب تخليني اروق، واذا بغت تجيب راسي. Ha ha ha! Ain't no shabba.